الخطر دائما وابدا ياتي للفيحة، قوة هجومية ضاربة يمتلكها اكبر النسبة الاكبر تاتي لهذا الاسمين ما بين النيجيري وما بين التحضير في التقدم الحقيقي الاول لمدرسة الوسطى الماضية للفريق الفيحة. كرة على الجهة اليمنى مهمة لكل الفريقين في سباق المنافسة على لقب التاب، صعبة لكنها ليست بمستحيلة في المنافسة من أمام الفريق الهلالي. تغيير اتجاه اللعب على اليسار، فيها رأسية، فيها تحضير، وبعد ذلك عطاير ممكن أن تأتي، التصويبة تتكمل في المرمى، لكن خروج موفق في المباراة. ستشتعل الأجواء الآن، كيف ستكون ردة الفعل من جانب الرياض في الدقائق القادمة بعد بينية بشكل ممتاز، واحد واثنين او ثلاثة بشكل انتظار ايضا للتمرير، خذوا هات بشكل ممتاز، غير راية، ممكن العرضية، ممكن التصوير، التوب 10 اللي سبق وان تواجدوا في دوري السعودي الممتاز مع عدد كثير من الاندية. الكرة بتعود من جديد على الرائد 2-1، وايضا انتصار على ابها 3-2، وعلى الحزم، ولقطة الان خطيرة ولكن تصل سهلة الى فريق الفيحة الاربعة الاخيرة بعد العودة من فترة التوقف. قد الآن قبة وإصرار كبير من جانب الرياض، هنا الهروب الجميل من الذهاب اللي انتصر من خلالها الفيحاء بهدفين مقابل هدف وحيد، وما زال يستمر منتصرا في الأيام أيضا إلا من أي وقت مضى في هذه المباراة على أن يعود في اللقاء موسونا لا يحاول وحيدا في الجهة اليسرى، المساندة تأتي بعد ذلك، فهد الرشيدي عرضية جميلة عالطائر ممكن أن تنحو الكبيرة، إلا أن هنالك تحركات ممكن أن تكون من جانب أوريكورو وأيضا إيساكالا، هنالك رأي آخر في الدقائق القادمة من أجل العودة وخطف التعادل الأول التاريخي. كرة بتعود في المنتصف للرياض الأكثر تركيز فريق الفيحة، سلسلة من الانتصارات ما زالت مستمرة، هي الثانية في دورينا بعد الهلال للمرة الرابعة. في فبراير انتصر أمام الحزم أمام أبها في مارس حتى الآن، وأيضا انتصر من أمام الرائد، وفيما مع مطالبات كانت حاضرة من جانب لاعبين فريق الفيحة مع هنري أونيكورو وكتيبة البرتغالي أونيكورو، والتمريرة على الجهة اليسرى، ساكالا والتقدم، ساكالا والتمريرة الرد في نائي موسونا اللي قضى ماني، واللحظات الأخيرة قبل إعلان الوقت بدل من الضائع عن هذه إبعاد الخطر تماما، وصلت إلى هنري أونيكورو بتمريرة خاطئة إلى ساكالا، ساكالا والكرة فيها صافرة وخطأ. تتحدث عن الثنائي المرعب ساكالا وأيضا تجاوز العشرة أهداف ووصل إلى عشرة أهداف أيضا، وبالتالي النتائج الإيجابية النتائج الجيدة لم تكن حاضرة على ملعب لفريق الفيحة. اليوم الرياض يوقف سلسلة الانتصارات المتتالية.